نحن فريق لقاح سوريا، عنا حملة الكوفيد 19، تمام، فيروس هذا المتحور الجديد. نحن هدفنا باللقاح هذا الأهم شيء الأمراض المزمنة والكبار السن والكوادر المجتمعية والكوادر الصحية أهم شيء، لأن في عنا انتشار جديد بالمرض هذا، صاير منتشر جديد بالمنطقة وبشكل كبير. نحن قدر الإمكان بنحاول إنه ما نسيطر عليه، إنه نحمي حالنا، نحمي عائلتنا ونحمي جميع الأطفال كبار السن هذول كلهم من المرض هذا. إحصائيات بشكل عام، نحن إحصائياتنا كويسة يومياً، يعني نسبة الأول نهار لقحنا تقريبا شيء 60، ثاني نهار لقحنا شيء 70، ثالث يوم لقحنا 80. هلا يعني يومياً يوم عن يوم عم يتحسن الأكثر الأمور، لأن العالم صار عم تسمع كل واحد عم يتلقح بيرجع بيته بيخبر أهله بيخبر أبوه بيخبر المحل اللي عم يشتغل فيه، ينصحون ليجوا يتلقحوا. طبعا نظرا لأهمية اللقاح ضد فيروس كورونا، كونه نحن نشتغل ضمن منظمات المجتمع المدني واختلاطنا كبير بين الناس، أخذنا اللقاح للمرة الأولى من قبل فريق لقاح سوريا، وهلا أخذ اللقاح للمرة الثانية، والحمد لله رب العالمين كانت الأمور إيجابية كثير وما في أي أعراض نهائية. أنا اليوم اجيت اخذ لقاح كوفيد 19 الجرعه الاولى. طبعا غايتي من اخذ اللقاح وقايه نفسي، وقايه عائلتي، طفلتي، زوجتي والمجتمع القريب مني من انتقال العدوى، والوقايه مضاعفات عدوى كوفيد 19. هون اجيت اخذ لقاح بفريق لقاح سوريا. هاي الجرعه الثانيه من لقاح كورونا. اخذت الجرعه لاحمي نفسي واحمي عائلتي واحمي الاشخاص اللي بحبهم. كيف حالك؟